والله هو الناس بتتكلم كتير وانا بسمع زي زيك بالظبط يعني. وفي اشاعات طبعا طول الوقت بتطلع يعني، وكل واحد بيتبرع من نفسه. كان اغربهم ان انا اشاع ان انا مت، فدخلت على الزيت وقلت الله يرحمه كان كويس وبتاع مش عارف ايه. يعني اللي بيطلع اشاعه زي كده يعني بديك اقصى اشاعه يعني. لكن مين اتخانق مع مين؟ ده اشرف عمل دي عشان يبقى دول اتخانقوا معايا فهيبقى دول البدلاء. كل ده بقرا طبعا وكلام فارغ يعني. يمكن من اكتر الحاجات اللي برد عليها يعني، كل ده ما بردش عليه، بس اللي برد عليه وببقى حريص ان ارد عليه، ان حد يستغل اسمي ان ينصب على ناس. وده بيحصل كتير، الاقي صفحه وحد كاتب فيها اشرف بيعمل اختبارات وادفع مش عارف 500 جنيه وهتخش الاختبارات ايه وهتعمل الله الله الله، واحد حاطط صورتي وكاتب اشرف عبد الله دي من صفحتي. فبخش ارد بفيديو مش برد كلام، بخش ارد بفيديو عشان يبقوا مصدقين ان انا ما يصدقوا. يا جماعه ما حدش ينصب عليكم، يا جماعه دول نصابين خلي بالكم. هو ده الحاجه الوحيده اللي برد عليها، غير كده طبعا ولا اي حاجه. كل حاجه فيها ميزه وفيها عيب. طبعا السوشيال ميديا فيه ميزه كبيره جدا وبيعرق، اصل الدنيا اتفتحت كل الناس شايفه كل الناس يعني. لكن من عيوبه استغلاله الخاطئ، مش بس في الفن، في السياسه مؤخرا احنا شايفين استخدام السوشيال ميديا بشكل سلبي لحاجات كتيره جدا بتحصل، واكيد في الفن وفي الرياضه وفي كل حاجه الدنيا بقت مفتوحه بزياده. لكن ده جزء من عيوبه بعيدا عن المزايا طبعا.